غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة. ستوكهولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكليكس بتهمة الاغتصاب. بعد 7 سنوات الصين تسجل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم أمس إلى 2، بينما وصل عدد الجرحى إلى 3. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن شقيقين محمد وإسلام ياسين لقيا حتفيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة، مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كان يخطط لخطف إسرائيليين في سيناء. اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، منها التأكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006، والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25%. برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني، أول معتقل في سجن غوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة. برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة إليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998. ودنت المحكمة غيلاني البالغ من العمر 36 عاماً بجريمة واحدة فقط، هي جريمة التخطيط لتدمير أو إلحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية باستخدام متفجرات، بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل. ويواجه غيلاني الآن حكماً بالسجن لعشرين عاماً على الأقل. طالبت ممثلة ادعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس على الإنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب. وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد أسانج. من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وانتقد ما وصفه بالسيرك القانوني في السويد، علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره. أهلا بكم من جديد. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هارباً لمدة 14 عاماً. واعتقلت الشرطة أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي. لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي، وكان مطلوباً منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله. سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003، وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما. وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني. وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة، مما يعني أن هناك احتمالاً بتفشي المرض. في الختام تذكير بأهم العناوين. غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة.
ستوكهولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكليكس بتهمة الاغتصاب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.